السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في تصميمات الإنفوغراف الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. فحبا وفضلا وتكرما قبل ما نبدأ بلقائنا الجميل لهذا اليوم، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة على هذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا من نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وقبل ما نبدأ يا أصدقائي، على موقع عالمكم قمنا بتحميل ورفع كافة الملفات متاحة لكم للتعديل، مفتوحة المصدر وبشكل كامل وبنظام النقاط، بحيث بإمكانكم تحصلوا على أي ملف وأي قالب بأقل التكاليف وأبسط الطرق. وأيضا قمنا بإطلاق دبلوم باوربوينت من الصفر حتى تصميم المشاريع الاحترافية، وهذا الدبلوم مرفق مع أكثر من 15,000 قالب باوربوينت احترافي. وأيضا جديدنا دبلوم خبير معتمد من أدوبي في التصميم المرئي على برنامجي فوتوشوب وإليستريتور. كافة الروابط راح تشاهدوها بوصف هذا الفيديو، وأيضا أثناء انتقالكم إلى موقع عالمكم. ويلا مباشرة حتى نبدأ بلقائنا الجميل والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم. أهلا بكم يا أصدقائي بلقائنا المتجدد مع حضراتكم في برنامج باوربوينت وواجهة اللغة العربية. رح نبدأ حبة حبة بتصميم لوحة انفوغراف. لمعلوماتنا، أيا يكن مجالك أنت شغال عليه، يلزمك توزيع معلوماتك بطريقة منسقة وجميلة. رح نبدأ على بركة الله، نتوجه إلى قائمة إدراج من أشكال. رح نختار قوس دائرة، بضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب، وبنكر على هذه النقطة وبنكر مع السحب لحتى تكتمل معي شبه دائرة أو دائرة، يعني بهذا الشكل. الآن من الإطار رح نختار لون، قطرت الألوان وبجي بختار اللون الأول أنا محددهم. ممكن أختار سماكة معينة بمقدار 2 نقطة وليكن، أو 2.25، ما في مشكلة. الآن بتوجه إلى أدراج، ومن أشكال بختار خط المستقيمة، قطعة مستقيمة، بضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى أرسم قطعة مستقيمة. الفكرة أنه أنا أبدأ بتحريك هذه المقابض لحتى تنطبق على القطعة المستقيمة بالضبط، البداية والنهاية لا تكون معنا بهذا الشكل، ومن ثم أقوم بتحديد قطع المستقيمة وإزالتها. رح ننقر على هذا القوس بمفتاح الموس الأيمن، وبتوجه إلى تنسيق الشكل وإلى الخط. نجي للأسفل شوي وبنختار، عندي على سبيل المثال نوع الرأس يكون عندي دائري، تمام، ويكون عندي أيضا دائري. عندي النوع سهم النهاية، بجي بختار هذه الإشارة الدائرية، وأيضا نوع سهم البدء، بجي بختار هذه الإشارة لحتى أحصل على هدول النقطتين مثل ما أنا شايفين في بداية ونهاية القوس. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نختار قطعة دائرية من خلال اختيار الشكل البيضاوي، ونضغط شيفت وبنكر مع السحب لأرسم قطعة بهذا الشكل. خلني أوسع شوي، بختار لها يكون عندي بدون تعبئة ونفس اللون يلي أخذناه للإطار، بضغط كنترول مع الشيفت وبصغرها وبسحبها إلى هذا المكان يا أصدقاء. ممكن أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لليسار لتكون معانا أيضا، أيوة، بهذا الشكل. منحدد الكل، بضغط كنترول زائد جي وبنعمل جروب، كنترول مع الشيفت وبقلص الحركة أو الحجم للداخل بأي حجم مناسب. ممكن أنا فقط أعيد التركيز على هذه النقاط، ممكن أنا أقلل العرض إلى مثلا 2 نقطة، وهذه الدائرة ممكن أحدد مع الشيفت أو مع الكنترول مع الدائرتين، وبنوسع حبة يعني حتى يبان معنا التنسيق يعني إن صح التعبير. طيب، بنسحبها إلى المنتصف الشاشة أو وسط الشريحة عفوا، وبنقلها إلى هذا المكان. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار شكل بيضاوي آخر، بضغط على الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أرسم شكل معنا يكون بهذه الحتة وهذه المساحة، بجعلها بالمنتصف، تمام. موضوع التعبئة، بختار تعبئة متدرجة بلونين. افترض انه انت كان في عندك التعبئة الافتراضية، ممكن نزيل علامتين تدرج. عندي هذا اللون بجي بختاره مثلا لون الفضي، او ممكن اقلل شوي كمان من كثافته اللونية، يعني عفوا خلني اختار مرة تانية احدد عليه، وبختار الوان اضافية ونقلل من الكثافة اللونية بعض الشيء. اللون الاول بتركه باللون الابيض، وبنجعل التدرج يمين ويسار أو يسار ويمين حسب ما نحتاج، أو يكون من الزوايا، واللي يكون عندي على سبيل المثال بهذا الشكل أعلى وأسفل يمين ويسار، يعني المنطقة يلي بتشوفها مناسبة. أما موضوع الخط، فبختار خط متدرج وبزيل علامتين تدرج، وبجي بختار هذا اللون كمان
نفس الشيء، ولكن بعكس الأوضاع نوعا ما، يعني بعكس الإطار، وبجي كمان إلى العرض وبختاره بمقدار 2 نقطة أو 3 نقطة على حسب مساحة الرسمية اللي عندك. نتوجه إلى التأثيرات وبنختار الظل، وبجي بختار ظل إلى الأسفل واليسار، منزيد الضبابية بعض الشيء، نقلل الشفافية شوي، تمام، ممكن المسافة نحركها بحيث يكون للأسفل لحتى نحصل على هذه الرسمة الجميلة مبنية على تقارة الظل والإضاءة. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نرجع نختار شكل بيضاوي، بضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى أرسم دائرة معينة، وبختار لألا يكون عندي بدون إطار، والتعبئة تكون معاي بنفس اللون يلي اخترناه للشكل بالعموم. ممكن اختار رسمة مستطيل اخر وطابق التنتين على المنتصف، فقط موضوع الاسهم ممكن يساعدنا شوي. طيب احدد الان شكل الدائرة، اضغط شيفت واحدد الشكل المستطيل، ومندمج الاشكال ممكن نختار طرح، بسحب الدائرة يلي قمنا برسمها الى هذا المكان، اضغط كنترول مع الشيفت لحتى اصغرها بعض الشيء، وممكن اختار نقل الى الخلفية لتكون معنا خلف الدائرة، ممكن اضغط كنترول مع الشيفت واوسعها يعني حبم، ويكون معنا بهذا التصميم الجميل يا أصدقائي. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نختار مثلث، بضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى أرسم المثلث، ممكن من خلال استدارة نختار انعكاس عمودي بهذا الشكل. أنا هذا المثلث محتاج يكون عندي فقط يعني ضلعين، ضلع أول وضلع تاني، ممكن نوسع شوي بهذا الشكل، أضغط شيفت وأقلل من مساحتهم ويكون معي بالأسفل، تمام، يكون معي بالأسفل، عبارة عن مؤشر مثل المؤشر فقط لا غير. فأنا أولا ماني محتاج التعبئة فبختاره بدون تعبئة، وممكن أختار لون الرسم نفسه، وممكن أختار سماكة الخط يعني يكون عندي 1.5 أو 2، لا بأس في الموضوع. الفكرة الآن كيف أقوم بحذف هذه القطعة أو هذا الضلع من المثلث. بكل بساطة بنكر مفتاح الموس الأيمن وبتوجه إلى تحرير النقاط، خلني أوسع شوي الرسمة عشان تشوفوها، بجي للمنتصف بنكر باليمين وبختار إضافة نقطة، برجع بنكر باليمين وبختار فتح المسار، بجي إلى النقطة الأولى باليمين وبختار حذف، وبجي إلى الثانية بكل بساطة وبختار حذف، بيكون حصلنا على نتيجة جميلة جدا جدا لموضوع كمؤشر. ممكن فقط موضوع العرض، هذا العرض ممكن نزيد شوي التخانة يعني، تمام، وممكن نتحكم في نوع النمط البداية أو نمط الوسطي، نوع الرأس يكون عندي بس مسطح أو دائري أو أي شكل مشطوف الحواف يلي بناسب، أضغط شيفت ومنقلل شوي لحتى نحصل على هذه النتيجة، كمان بضغط كنترول شيفت ومنصغر للداخل شوي لحتى أحصل على المؤشر اللي أنا محتاجه، تمام. طيب ممكن أحدد كل هدول العناصر، بختار كنترول زائد جي، ومن ثم بحدد مع الشكل المثلث أو ما تبقى من المثلث، ومن محاذاة نختار إلى المنتصف، ومن محاذاة نختار إلى الوسط لحتى نضبط المحاذيات الألون بشكل كامل. ممكن أحدد الكل الآن وبختار كنترول زائد جي لكل هذه الأشكال، بضغط كنترول زائد شيفت وبكرر، ومن ثم كنترول زائد شيفت ومنكرر، ومن ثم كنترول زائد شيفت ومنكرر. ممكن أحدد كل الأشكال، ومن قائمة تنسيق الشكل ومن المحاذاة نختار توزيع أفقي، تمام يا أصدقائي، وتكون رسمتنا معنا بهذا الشكل، تمام. صفى معنا موضوع قضية الألوان، وهي الأمر جدا بسيط، تمام، ممكن نحدد هذا الشكل وبجي إلى اختيار اللون ونختار اللون الآخر يلي مستخدمينه. نفس الشيء عندي هذا القوس، نختار اللون الثاني، وعندي أيضا الدوائر ممكن نحدده مع الشيفت، وكمان نفس المبدأ بختار اللون الثاني، وعندي فقط ما تبقى من مؤشر ممكن أختار اللون الثاني، ممتاز. بجي إلى الرسمة الثالثة أو الشكل رقم 3، نفس المبدأ بجي بغير اللون باختيار قطرت الألوان، عندي هذا اللون الثالث، نفس المبدأ بجي بحدد الأشكال كليتها إذا أنا حبيت أوفر على حالي أني أنا أشتغل كل واحد لحاله، بختار اللون التالي. آخر شكل بنحدد نصف الدائرة، أيضا بجي بغير اللون من اختيار الألوان وبختار اللون التالي، وبرجع بحدد القوس مع الدائرة الصغيرة الأولى والثانية مع إشارة المثلث، وبجي بختار اللون التالي، بيكون جعلنا تباين من نفس العوائل اللونية، كان في عنا نظام لوني جميل ويكون معنا بنفس العائلة اللونية. كل ما متبقي الآن فقط عنا موضوع التعداد، أول شيء ممكن أنا أختار التعداد كنترول زائد سي، وبجي بختار كنترول زائد في وبوزع التعداد بالطريقة المناسبة، ممكن أضع الرقم 2 هون، طبعا بضغط على شيفت لحتى يكونوا على نفس المسار الأفقي، وبأكد على موضوع التوسيط على كل شكل، والبرنامج طبعا بيساعدني بهذه الأشياء. ممكن أختار الآن المحتوى من خلال الأيقونات
والعناوين نحددها كلياتها وبختار كنترول زائد سي وبجي لهون بختار كنترول زائد في. الآن طيب فقط أنا أحدد كل حدا على طرف وأعيد توزيعهم تمام، وأخيرا بضغط شيفت وبسع إلى هذا المكان. أما المحتوى المعبر عن الفقرات هذه نصوص أيضا ممكن أختارها كنترول زائد سي وبجي لهم بختار كنترول زائد في وبقوم بتوزيعة النصوص بالطريقة يلي بتناسب تمام. أيضا على المنتصف طبعا أنا بضغط مفتاح الشيفت لحتى أترك المحاذاة موجودة ومفعلة، طبعا المحاذاة الأفقية، وبضبط العمودية تكون منتصف الأشكال السابقة. والآن لما نشغل الشريحة رح يكون معنا التصميم بهذه الجمالية. فقط كل ما تبقى عليك اختيار نمط من نمط التحريك سواء كان كجروب أو أرقام لحال وأشكال ونص لحال، الطريقة يلي بتناسب كل حد فينا بطريقة عرض أفكاره. هذا يلي كان في جعبتنا لهذا اليوم يا أصدقائي، فأتمنى منكم بداية الدعاء ومن ثم التفاعل، وانتظرونا بكل جديد. محبكم أحمد صالح، ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.